فهد المهلل أحد أشهر اللاعبين الذين خاضوا مباريات كأس الخليج، المهاجم السعودي السريع لفت الأنظار إليه في أكثر من مناسبة. هاكم هذه الدقيقة للمهلل، أو السكب كما يطلق عليه أنصار المنتخب السعودي. يزيد، هل نستطيع أن نعرف أن اللاعب سيشارك اليوم أم لا؟ سنعرفه بعد لحظات إن شاء الله. انطلاقة سريعة للمنتخب السعودي وهدف ثالث بالفعل. ممتازة هذه اللقطة، ممتازة التمريرة مرة أخرى من خالد مسعد، وكان المهلل ربما يقضي على أمال البحرين. ثلاثة أهداف لهدف واحد، لقطة كانت سريعة وممتازة، ومرة أخرى من خالد مسعد، كرة مقوسة بين الدفاع وبين مهاجمي المنتخب. سجل المنتخب السعودي في هذا المهلل، سدد